إطلاع على آخر تطورات المشهد الاحتجاجي في العاصمة بغداد، ينضم إلينا من هناك الزميل جابر جمال. بداية مرحبا بك جابر، حدثنا عن آخر المستجدات في ساحتي التحرير والخلاني، تفضل. نعم حسن، يخيم الهدوء على منطقة الاعتصام في ساحة الخلاني وساحة التحرير على عكس ما جرى يوم أمس والأيام الماضية. تعلم أن هنالك صدامات تحدث مساء كل يوم في ساحة الخلاني أو مقتربات الساحة، لكن حتى هذه اللحظة الأجواء هي آمنة مع توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين صوب ساحة التحرير والخلاني كذلك وكامل منطقة الاعتصام. هنالك توافد من قبل المحتجين قصي حسن عفوا، هنالك ايضا فعاليات مستمره داخل الساحه، كذلك لاحظنا وجود اليوم وجود مكثف لفرق الاسعاف خاصه الاسعاف من المتطوعين، اضافه الى اسعاف الدفاع المدني كذلك الهلال الاحمر وكذلك الفرق الطبيه المتواجده على طول الشريط الممتد من شارع السعدون وحتى ساحه الخلاني او مقتربات الساحه على الاقل. هناك وجود للمسعفين الطبيين. نعم جابر. نعم حسن، حتى هذه اللحظة الأجواء هي هادئة، لا توجد أي احتكاكات ولم تسجل أي مصادمات. ما هو موقف المحتجين من الحوارات التي تجريها الكتل مع رئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة؟ نعم حسن، الموقف بدأ واضحا منذ يومين بعد إعلان التنسيقيات أو التحشيد من قبل المتظاهرين على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك على وسائل الإعلام في بغداد والمحافظات بتحشيد تظاهرة سميت بالمليونية في يوم يعني بعد يوم غد. هنالك تظاهرة مليونية ستخرج في بغداد وساحات التظاهر في المحافظات، كذلك من المؤمل أن يأتي قسم من متظاهري المحافظات إلى بغداد للمشاركة بهذه التظاهرة، وهي تبين من عنوان هذه التظاهرة ومن النقاط التي سمعناها أو لاحظناها أنها تخرج بسبب التسويف كما قالوا لمطالب المتظاهرين وللأحداث التي جرت في الأيام الماضية. تعلم حسن هنالك حتى هذه اللحظة اختلافات وانشقاقات بما يخص تكليف أو عفوا الكابينة الوزارية للسيد محمد توفيق علاوي، هنالك من يرفض هذه الكابينة على استناد خاصة من الكتل السياسية. إذا نتحدث عن الشق السياسي، اتحاد القوى وجزء كبير من الأحزاب الكردية ترفض هذه الكابينة وكذلك المكون المسيحي وكذلك أيضا دخل على الخط نواب من البصرة. إذا هنالك عدد من النواب وعدد من الكتل السياسية ترفض كابينة محمد توفيق علاوي لأنها لم تشرك هذه قادة هذه المكونات أو على الأقل من ترشحه هذه ترشحه هذه القوى أو الكتل بهذه الكابينة، وأنها اقتصرت على يعني جهتين أو ثلاث جهات من الكتل. جابر، الكتل السياسية هذه هي نقطة الاختلاف. الكتل السياسية لن تتفق ولا تتفق أبدا، وهذا لا يعنينا بقدر ما يعنينا ما هو موقف المحتجين في ساحات الاعتصام من هذه الحوارات. نعم حسن، الموقف هو منقسم، موقف المحتجين، هنالك جزء منذ البداية منذ تكليف محمد توفيق علاوي هو رافض من الأساس فكرة ترشيح محمد توفيق علاوي، كذلك فكرة الكابينة الوزارية حتى وإن كانت مستقلة كما أكد السيد محمد توفيق علاوي خاصة في خطابه الأخير في يوم الأربعاء. موقف المحتجين هو منقسم بين رافض من الأساس وبين من يتحدث عن إعطاء مهلة لمحمد توفيق علاوي على أمل أن ينفذ البرنامج الحكومي أو عفوا ينفذ البرنامج الذي انطلق من ساحات التحرير والذي استكمله محمد توفيق علاوي في خطاباته وأيام وأثناء الأيام الأولى للتكليف. كذلك هنالك موقف آخر من المتظاهرين يرفض بشدة ويحشد لتظاهرة كبيرة في يوم 25. الآن حسن تتجه الأنظار نحو هذه التظاهرة، ماذا ستحمله هذه التظاهرة في يوم 25 أي بعد غد، ماذا سيكون بعد هذه التظاهرة وأثناء هذه التظاهرة. لكن أيضا هنالك ترقب حسن لجلسة يوم غد، يعني في حال تم تمرير الكابينة الوزارية
هنالك أيضا انقسامات سواء في الرأي السياسي ورأي المحتجين. إذن المشهد حتى هذه اللحظة ضبابي حسن، حتى هذه اللحظة المشهد ضبابي بما يخص الكتل السياسية، ويبدو واضحا من جهة المحتجين أن جزءا كبيرا منهم وخاصة في بغداد والمحافظات يرفض التكليف ويرفض الكابينة أيضا. نعم الزميل جابر جمال من ساحة التحرير كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.